أن هناك يعني على حدودها دواعش يهددون أمنها القومي. اليوم الجيش المصري مهدد، مصر كذلك على كامل حدودها مهددة. اليوم بعد الخط الأحمر الذي أطلقه السيسي هناك يعني إلزام وإجبار أنها تتدخل لحماية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المرحلة أخي الكريم خطيرة، نحن مجبرون، حتى تونس يمكن أن تجد نفسها مجبرة على أن تلتحق، الجزائر كذلك رغم تصريحات النواب أو تصريحات بعض الأحزاب السياسية على عدم التدخل، لكن يا أخي نشتم رائحة حرب كبيرة إقليمية. لكن هناك يعني استدراج، هناك مخطط يستدرج الجميع، يعني هناك المر والأمر. هل أنه يعني سنبقى في هذه الحالة ونقبل بالدواعش لزعزعة استقرارنا، أم أننا سنتدخل؟ وهذا يعني قانون الدول يسمح به لتدخل الدول الجارة المتضررة لتتدخل مباشرة لحماية أمنها القومي. نحن اليوم نعلم منذ 2011 هناك ذلك القطري سالم الجربوعي الذي قدم إلى الجنوب التونسي وبخ أموال بالمليارات، يعني وجدت بفرع بنكي الإسكان بتونس بجهة تطاوين بالمليارات، وبعد فتح تحقيق فيه عرفنا أن القوات المسلحة القطرية هي من تمول هذا يعني حساب سالم الجربوعي ذلك العميد القطري. ماذا تفعل تلك الأموال؟ لا اليوم لا أستغرب أن هناك كذلك استخبارات قطرية موجودة، هناك أموال تضخ من قطر مباشرة، هناك استخبارات تركية هذا شبه مؤكد هي موجودة وتعمل مع مراكز دراسات بتونس مثل مركز. نعم، وصلت الفكرة سيدة وفاء شاذلي المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، كنت معي عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك.